ومرة تانية صباح الخير مشاهدينا. هذه الأيام اللي بنمر بيها هي أيام الامتحانات المشهورة أو اللي بتمر على كل بيت مصري في هذا التوقيت تقريبا، وتحديدا الامتحانات الأصعب في هذه المرحلة هي امتحانات الثانوية العامة اللي بالفعل بدأ العد التنازلي ليها، واللي بتؤرق كل بيت مصري حتى الآن، على الرغم من أنها مرت بإجراءات كتيرة جدا لمحاولة القضاء على بعبع الثانوية العامة أو شبح الثانوية العامة، لكن ما زالت بتؤرق كل بيت مصري. لكن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل هذه الفترة أنها تستعد لامتحانات الثانوية العامة ووضع أرقام الجلوس. بالتأكيد يمكن هي فعلا زي ما تقولي فزعت كل بيت مصري، ربنا يكون في عون كل بيت مصري عنده حد في الثانوية العامة. على العموم أرقام الجلوس ومقر اللجان الخاصة بطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم للعام الدراسي 2015-2016 تم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وأيضا يمكن للطالب الرجوع لرقم الجلوس باستخدام كود الطالب ومن خلال الموقع www.moe.gov.eg. ده مرة تانية www.moe.gov.eg. دوت يستطيع الطالب الحصول يعرف رقم الجلوس فين والمدرسة اللي هيكون فيها الامتحانات بتاعته، والتوفيق لكل طلاب الثانوية العامة ويا رب بالنجاح لكل أولادنا اللي بيمروا بتجربة الثانوية العامة. وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين نوعية التعليم وجودة التعليم، جاءت فكرة الارتقاء بالمعلم وضرورة التدريب المتواصل للمعلمين. وفي هذا الإطار التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الفني مع جيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني لمناقشة خطوات مشروع شديد الأهمية، وهو مشروع تدريب معلمي المرحلة الابتدائية، وده من خلال التعاون ما بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، ومن أجل لغة حقيقية لمدرسي الفترة الابتدائية أو مرحلة الابتدائية، اللي أعتقد أن ده هيكون علامة فارقة بعد كده في مستوى الأجيال القادمة لو تم بشكل صحيح. أعتقد هي دي المرحلة الأهم اللي بيتم فيها تدريب النشر، وأعتقد أن هم يدربوا المدرسين في المرحلة الابتدائية ده فعلا شيء مهم جدا، أن هم يبتدوا من تحت من النشر، أن هم يطلعوه في المرحلة الابتدائية طلعوا مدرس قادر، ان هو طلع طالب قادر على التعامل مع المناهج اللي بيتم تداولها في التربية والتعليم. اعتقد ده الموضوع هيبقى فيه تدريب ان هي ما يكونش كل التركيز الطالب على الحفظ بس فقط، ان هم يشغلوا دماغ الطالب من خلال محتاجين نعرف اكتر عن ايه طبيعة التعاون اللي هيتم ما بين الوزارة ومركز ثقافي بريطاني. هل هو تطوير مناهج بالكامل؟ هل هو اهتمام باللغة؟ هما بيقولوا 37 ألف مدرس هيخضع لعملية التدريب دي خلال 3 سنين. خلال 3 سنين احنا محتاجين يكون في معلومات اكتر في الفترة القادمة من خلال وزارة التربية والتعليم. ايه هي طبيعة التدريب اللي هيتلقاه المدرسين دول؟ هل هو في مجال اللغات فقط؟ هل هو تحسين مستوى اللغة وبالتالي تحسين مستوى جيل كامل في الفترة القادمة من النشء في على مستوى اللغة على الطريقة البريطانية أو على الأسلوب البريطاني؟ أعتقد ده هيتضح في الفترة القادمة من خلال متابعتنا. أعتقد الموضوع مش هيبقى تركيز بس على اللغة، الموضوع هيبقى تركيز على المعلم بشكل عام. ده اللي أعتقد البرنامج التدريبي، وده اللي هيبقى منه الاستفادة يعني. على العموم مصر يعني لسه بنتكلم في مجال التعليم وعلى المستوى الدولي، فازت مصر بالمركز الثالث في مسابقة دولية في برلين شاركت فيها مدارس من التعليم الثانوي من 90 دولة من مختلف العالم. ده كان في خلال احتفالية كبيرة نظمتها الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وأعتقد مزيد من التفاصيل في هذه الرسالة القادمة من برلين. في احتفالية كبرى نظمتها الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة فازت مصر بالمركز الثالث في مسابقة دولية شاركت فيها مدارس من التعليم الثانوي من 90 دولة من مختلف دول العالم. التعاون العلمي المصري الألماني جيد جدا، وهو ما يتبدى في المدرسة المصرية التي فازت بجائزة ثالث أفضل مشروع اجتماعي من كل دول العالم. وقد منح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين مايا الجوائز الثلاث للمدارس التي فازت في المسابقة، حيث تصدرت جنوب أفريقيا المركز الأول، فيما حصلت واشنطن على المركز الثاني، وانتزعت القاهرة المركز الثالث
بجدارة. عشان احنا بنحاول نصلح الاحوال في مصر وبنحاول نساعد الناس نديلهم لبس، نحاول نخلي حياتهم اسهل. فاعتقد ده برضو جزء من ان احنا بنبني زي كوبري، بس كوبري ما بين الناس. قال لهم ان المفروض ده شرف لينا كلنا، ومفروض كلنا نتعلم من المشاريع اللي بتتعمل النهارده. اعملوا خير وان شاء الله هننجح. وقد وجهت الجائزة لمشروع معني بالخدمات الاجتماعية التي يقوم بها الطلاب في بلادهم، مثل المشروعات الخدمية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي المصرية، ومشروع مساعدة أطفال الشوارع وملاجئ الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إن مصر رغم أنها ليست دولة غنية مثل ألمانيا ومثل الدول الغربية، لكن مصر لوحدها عندها 500,000 لاجئ سوري، عندها 5,000,000 لاجئ من أشقائنا الدول الأفريقية، ومع ذلك مصر رغم كل المشاكل الاقتصادية بتحاول تساعد، بتقدم لهم تعليم مجاني، بتقدم لهم رعاية صحية مجانية. وبالتأكيد دور المدرسة الألمانية والمدارس الأجنبية في التخفيف عن كاهل اللاجئين السوريين في مصر ده أمر مرحب به. وقد رصدت الحكومة الألمانية مبلغ 120,000 يورو للمدارس التي فازت بالثلاث مراكز الأولى. تحيا مصر. ما زال المصريون يواصلون نجاحاتهم في كافة المحافل الدولية ليثبتوا للعالم أن المصري المعاصر ما هو إلا امتداد لنبوغ المصري القديم، وأن الأحفاد ما زالوا يحملون داخلهم إرث الأجداد. إيمان البكري، النيل للأخبار، بلي. يعني زي ما المصريين قادرين بره كده ان هم يعلوا اسم مصر في الخارج، اعتقد المصريين قادرين في الداخل ان يعملوا هذا المشروع الطموح خطوه. مفيش مصري بيتهيألي مش نفسه في هذه الخطوه ان هي تتم على ارض مصر. وزير التجاره والصناعه المهندس طارق قابيل قال ان الوزاره ومصر بتعمل على وضع استراتيجيه كامله لصناعه لجذب صناعه السيارات في مصر، صناعه كامله وليس مجرد تجميع. هو احنا مشترين بان احنا بنعمل بعمليه تجميع السيارات بشكل كبير في الفتره الاخيره، في اكثر من نوع من انواع السيارات بيتم تجميعها في مصر بكفاءه. ويعني عدد كبير من الاقتصاديين من رايه ان الصناعات التجميعيه تليق بمصر في هذه الفترة، إلى أن نستطيع أن نقف على أقدامنا اقتصاديا بشكل حقيقي. لكن إحنا أمام تصريح للمهندس طارق قبيل بيقول أن هناك دراسات بتجرى بشأن هذه الاستراتيجية، وهي الانتقال من التجميع إلى التصنيع المتكامل والعمل على جذب ماركات عالمية. إحنا بنأمل أن يحدث فعلا توسع في صناعة السيارات اللي قفزت أسعارها بشكل كبير جدا، وأصبحت بتمثل يعني أهمية للمواطن العادي في حياته اليومية، لكن ارتفاع أسعارها بقى بيمثل مشكلة. وبالتالي توفير منتج مصري قادر على أنه ينافس ويتواجد هيكون خطوة للسوق المحلي وأيضا للتواجد في السوق العالمي بنتمناه، وبنتمنى أن احنا نشوف ده بجودة حقيقية إن شاء الله رب العالمين. القانون المثير للجدل واللي كان حاصل عليه حالة من الرفض حتى من مجلس النواب. مجلس النواب خدمة مدنية. عندي عرفتي. واضح ان الوزارة، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استجابت لكل الملاحظات اللي تم وضعها من قبل مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية لعرضه مرة أخرى على مجلس النواب، والمرة دي إن شاء الله يتم تمريره، بس بعد ما يتم التعامل مع كافة الملاحظات اللي كانت بتؤرق العاملين وأيضا اللي اعترض عليها مجلس النواب. هو القانون كان مر بعدد من التعديلات قبل أن يعرض على مجلس النواب، لكن تبقت 8 ملاحظات. من الواضح أنه تم يعني تلافيها هذه المرة، لأن وزير التخطيط والمتابعة أشرف العربي قال أن أهم التعديلات اللي تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات اللي هتوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ. وأشار كمان أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول. وأضاف أيضا أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى في الأجور فضلا عن الحد الأقصى لساعات العمل لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث ما تزيدش ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا. أما بالنسبة لموضوع رصيد الأجازات فأوضح العربي أن فلسفة القانون بتنص على أحقية الموظف والحصول على أجازته، لكن في حالة احتياج العمل للموظف بيتم عمل تسوية الأجازات والحصول على مقابل نقدي ليها
كل 3 سنوات. نتمنى أن تكون هذه التعديلات على النقاط اللي كانت معلقة في القانون أصبحت مرضية، وأن يتم طرحه للمناقشة المجتمعية ثم العرض مرة أخرى على مجلس النواب لنرى إيه اللي هيحصل لقانون الخدمة المدنية اللي اشتد الجدل عليه. طيب صحيح، أنت بالتالي لازم بتعدي على الزمالك كتير. بعد طبعا كلية الفنون الجميلة، أو أول مرة أعرف إن هي مر عليها 108 سنة. 108 سنة، أنا عارفة قديمة بس مش 108 سنة. 108 108 سنة، ودوت المتحف اللي هيتم هيفتتحه كل من وزير التعليم العالي أشرف الشيحي وحلم النمنم وزير الثقافة، هيفتتحوا متحف كلية الفنون الجميلة بالزمالك بمناسبة مرور 108 سنة على إنشائها. شوفي مصر في الفنون بقالها قد إيه؟ 108 سنة. ده عمر دول. عمر دول بالظبط، عمر دول، لكن بيدل كمان على مدى عراقة بعض الأشياء المهمة جدا في حياتها ومنها تعليم الفنون في مصر. يعني المتحف بيجسد تواصل إبداعات الفنون الجميلة وفنانيها وتنقلهم عبر الأزمنة، وشاهد أجيال كثيرة جدا وأسماء كبيرة في هذا المجال. القائمين على المتحف بيشيروا أنه بيضم أكثر من 300 عمل من أعمال الرواد بكلية اللي بتتنوع ما بين النحت والتصوير والجرافيك والرسم والطباعة والموزايك. اليوم العالمي للتمريض، في اليوم العالمي للتمريض كلنا بنتوقف، وكل واحد فينا لما اقول اليوم العالمي للتمريض كده يفتكر حاجه من الاثنين، يا اما ممرضه فعلا كانت في مستشفى لحد يعرفه او حتى ليه شخصه كانت فعلا بتأدي عملها بما يرضي الله، دي نموذج متكامل متكامل بدون بقى ما يكون في فلوس كده الفلوس كده، بتأدي عملها فعلا صح، او النموذج الاخر للممرضه. نتمنى ان كان في شكوى في الفتره الاخيره طبعا من التمريض في مصر، وده ممكن اساس عمليه الطب، من اساسيات عمليه الطب الموجوده. ان شاء الله النهارده بنحتفل وزاره الصحه والسكان باليوم العالمي للتمريض بحضور وزير الصحه والسكان الدكتور احمد عماد وعدد من قيادات الوزاره وعمداء كليات الطب والتمريض بالجامعات المصريه. هيتم تكريم 400 ممرض وممرضه من المميزين على مستوى الجمهوريه. الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة لشؤون التمريض قالت أن التمريض بيقدم 60% من الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات، وأشارت لضرورة الاهتمام بالتمريض بما يمثله من قوة ضاربة في المنظومة الصحية. نطلع على بيروت، في بيروت افتتحت مدرسة جديدة لفنون السيرك، المدرسة الجديدة هتفتح أبوابها للجمهور مرتين أسبوعيا لحضور حفلات السيرك مجانا. مدرسة لفنون السيرك، المدرسة افتتحت بمساهمة أحد الجمعيات الأهلية اللي بتنظم احتفالات دورات تدريبية في المدارس والأندية، وبتوجه اهتمامها تجاه الأطفال وذوي الإعاقة واللاجئين. في محاولة لإدخال البهجة على أهالي بيروت، افتتحت في منطقة جسر الواطي بمساهمة إحدى الجمعيات الأهلية مدرسة جديدة لفنون السيرك. اليوم عم نفتتح اول مدرسة سيرك بلبنان. سيرك هو شيء كتير مهم للشبيبة لكل الاعمار، يعني احنا عم نتوجه من الشباب الصغار من عمر 5 سنين الولاد لعمر 60-70 سنة، كل الاشخاص فيهم يشتغلوا سيرك. الهدف هو تنمية المهارات اليدوية وتنمية التواصل بقلب المجموعة، يعني اشخاص بيعتمدوا على الاخرين تيتساعدوا ويوصلوا لنتيجة سوا. العديد من الأشخاص شاركوا بالعرض عن طريق السير على عوارض خشبية طويلة، وفنانون ومهرجون وبهلوانات. هذا ومن المقرر أن تفتح المدرسة الجديدة أبوابها للجمهور مرتين أسبوعيا لحضور حفلات السيرك مجانا. كما تعمل الجمعية الأهلية المساهمة أيضا مع الأشخاص المهمشين لا سيما ذوي الإعاقة واللاجئين للمحاولة للتخفيف عنهم في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. يعني مثل ما عم تشوفوا حواليكم في عالم من كل المناطق اللي جايه بتعمل كثير قصص، عالم مهندسين، عالم تلعب موسيقى، يمكن يكون عالم رح يكون هيدا عم تلعب موسيقى مع حدا عم بيعمل عرض صغير، الموسيقيين بيجوا بيلعبوا معنا، الرسامين بيجوا بيقعدوا معنا بيحطوا ورك شوب عنا وبيقعدوا بيرسموا، بنقعد مع الكل وبنستقبل كل انواع الفنون. واستمتع حضور حفل افتتاح مدرسة فنون السيرك بالعروض التي شارك فيها سحرة ومهرجون ومقدموا فنون أخرى بالسيرك. حاسة حالي مفتخرة اليوم